بهرات الفئة 3 بفرسات المستقبل تعرض الآن أمام الحكام. وكل حكم يعطي ويشوف أو ينظر على كيفية استخدام كل مهرة. المهرات كل واحدة فيهم بتمثل الهوية العربية للفرس العربية الأصيلة. ما شاء الله كلهم ألوانهم غامقة مثل كل الخيل العربي، ومفروض إنه تنشاف هلأ التقاسيم هذه المهرة من التفاصيل تبعت الجسم، تفاصيل الرأس والرقبة، تفاصيل الهوية تبعتها والأرجل، وطبعا الحركة، وكل واحدة على حدة. هاي النظرة الأولى أو النظرة الأولية، الانطباع كيف كل مهرة يتحرك وكيف كل مهرة فيها الهوية العربية. شموخ الخيول نقدر نشوفه في كل مهرة كيف تستخدم عيونها وكيف تستخدم ودانها وكيف تستخدم رقبتها في كل حركة. ما في ولا مهرة منهم بس هيك بتعدي ما بتعرف إنها مهرة عربية. من أول طلة بيبين إن هي مهرة عربية، براسها، بحجر عينها الكبير، بالنعومة والإنسيابية، بالاتزان، وبتقسيم الجسم لثلاث أجزاء للوصول للحصان اللي منقول عليه بيكون مربع أي متزن في الثلاث أقسام. الرأس والرقبة تحكم على الأذان، على العيون، على شكل الفك، على شكل استخدام المناخير أو المنخار، وكيف بيكون لازم يكون كتير ناعم. وضعية الرقبة كما يقولون لازم تكون مثل البجعة. طول الظهر، زاوية الكتف، والهوية العربية تعرف بالذنب أو الديل المعروف إنه مرفوع مثل العلم. 10 مهرات قدامنا يمثلوا هاي الهوية العربية. Now we're almost done with the first round of these fillies being judged, and now we will be waiting for them to be judged individually.
انتظار نتيجة المهرة الأولى الآن، ولكن يجب الترحيب بحكام السيد رؤوف عباس والسيد علي غانم المزروعي والسيد بشار العوادي والسيد محمود فرج والسيد محمد أحمد بدراوي والدكتورة نغم الدبوس والسيد سامي محمد سعد والسيد سلطان المنصوري. أما اللجنة الانضباطية فبها الدكتور عبد الوهاب بن عميرة والدكتورة نورة فوزي والدكتور محمد صلاح والسيد مسعود الشجعي والدكتور عباس الحين. وطبعا مدير ساحة العرض السيد عيد الهادي والسيد علي جميل والسيد جاسم بن عبد.
والآن مع درجات المهرة الأولى في هذه الفئة فئة 3 ب وهي المهرة رقم 24 بروق أي جي من الأب فورلوك فورلوكس شاهين والأم آر كي شيخة شازن المالك السيد علي غازي عربي والمربي مربط الجوهرة النوع 19-18-18.5-19-18.5-19.5-19 رأس والرقبة 19-18-18.5-19-18.5-19 الجسم 18-18-17.5-18-17.5-18-17.5 والقوائم 15.5 من 4 حكام 15-16-15.5 الحركة 18-18-18.5-18-18.5-18.5 بمجموع نقاط 89.10 Results for number 24 Group AJ Type 19, 18, 18.5, 19, 18.5, 18.5, 19 Body 18, 17.5, 18, 17.5, 18, 17.5 Legs 15.5, 4 times 15, 16, 15.5 And the movement is 18.5, 18, 18.5, 18, 18, 18.5, 18.5 Total points are 89.10 درجات المهرة رقم 25 سراء المحرق من الأب سعدون الزبير والأم لطائف المحرق المالك السيد حسن عبد الله والمربي مربط البحر النوع 18.5-19 الرأس والرقبة 19.5 مرات 19.5 19.5 الجسم 18-18.5-18-17.5-18-18 القوائم 15.5 4 مرات 15-16 15.5 والحركة 18.5 18.5 19.5 18.5 19.5 بمجموع نقاط 90.2 Results for number 25 Type 18.5 19 19 19 19 19.5 19 Head and neck 19 19 19 19 19.5 19.5 Body 18, 18.5, 18, 18, 17.5, 18, 18. Legs is 15.5, 4 times 15, 16, 15.5. And the movement is 18.5, 18.5, 19, 18.5, 18.5, 19, 18.5. With total points 90.2. Next filly to go, please. المهرة اللي وراها تتفضل.
والآن درجات المهرة رقم 26 أسيل الفهد من الأب، فورلكس شاهين والأم، هدل الفهد المالك والمربي مزرعة الفهد. النوع 19-19-19-19-18.5-18.5-19 رأس ورقبة 18.5-18.5 من بقية الحكام. أما الجسم فهو 17.5 من جميع الحكام، والقوائم 15.5 من 6 حكام 15. أما الحركة فهي 19-19-19-19-18.5-18.5 بمجموع نقاط 89.2. Results for number 26 أسيل الفهد. Type 19, 19, 19, 19, 18.5, 18.5, 19. Head and neck 18.5, 18, 18.5 from the rest of the judges. Body is 17.5 from all of the judges. Legs is 15.5 from 6 judges and then 15. And the movement is 19, 19, 19, 19, 18.5, 18.5, 18.5 with total points 89.2. والآن درجات المهرة رقم 27 اتش هيام من الأب سعدون الزبير، والأم اتش هديل النبراس المالك السيد أسامة عبد الله الحروم والمربي السيد محمد علي. النوع 19.5 19.5 19 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
الحكام، أما الجسم فهو 18 من جميع الحكام، القوائم 15.5 15 15.5 من بقية الحكام، والحركة 18.5 19 19 19 18.5 18.5 19، بمجموع نقاط 91.10 91.1 points for the filly number 27 at Hayam.
والآن درجات المورة رقم 28 فردوس النوادر من الأب مشتبه الزبير والأم دي نميرة المالك والمربي مربط النوادر للخيل العربية. النوع 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5. الرأس والرقبة 19.5 19.20 19.5 19.5 19.5. الجسم 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5. القوائم 15.5 15.5 16.5 15.5 15.5 15.5. أما الحركة فهي 19 من جميع الحكام بمجموع نقاط 91.10، وهي الأولى في هذه الفئة بالنوع. Number 28 فردوس النوادر is 91.10. Next filly to go. والمرجع من والدرجات مهرتين مع بعض. والآن درجات المهرة رقم 29 فريدة الأسمر من الأب بيرلوكس شاهين والأم جود الأمير المالك السيد محسن عبد الأمير والمربي استبل العريض. النوع 19 من جميع الحكام. رأس والرقبة 19 18 18 19 18 19 19. أما الجسم فهو 17.5 17.5 17.5 18 17.5 17.5. القوائم 15.5 15 15.5 من بقية الحكام. والحركة 19 18 19 19 18 18 19 بمجموع نقاط 89.60.
والآن درجات المهرة ADS فجر من الأب درع الشقب والأم جنات السلطان المالك مربط الحاكور والمربية السيد حامد عيسى دويشان. النوع 18.5 من بقية الحكام. الأسوأ رقبة 18.5 من جميع الحكام. الجسم 17.5 القوائم 15 15 15 15 15 15 15. الحركة 18.5 18.5 19 18.5 من بقية الحكام بمجموعة 88.2 88.2 for number 30. Results of the filly number 32. والآن نتائج المهرة رقم 32. SR جنون من الأب جرير الحجر والأم شهد الحجر المالك الشيخ صباح الخليفة والمربي السيد راشد محمد بقرد. النوع 18 18 18 18 18 18 18. الرأس والرقبة 18 من خمس حكام 17 18. الجسم 17.5 18 17.5 17.5 17.5. القوائم 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5. والحركة 18 18.5 19 18.5 من بقية الحكام بمجموع نقاط 87.7. Results of the filly number 32 SR جنون is 87.7 points. والآن في انتظار نتائج المهرة الأخيرة في هذه الفئة. قبل المهرة الأخيرة بدنا نحكي نتائج المهرة رقم 31 الأول، وبعدين بنحكي نتائج المهرة رقم 33. والآن درجات المهرة رقم 31 ملاك البحرين من الأب قطب الشقب والأم زين الزين المالك السيد حسين جمعة مرزوق والمربي مربط الزين.
النوع 18.5 من جميع الحكام. الرأس والرقبة أيضا 18.5 من جميع الحكام. الجسم 17.5 18 خمس مرات 17.5. القوائم 15.5 15 15 15 15 15 15 15 15. والحركة 18 18 18 18 18 18 18 18 18. بمجموع نقاط 88.4. Total results for the filly number 31. ملاك البحرين is 88.4. والآن درجات المهرة الأخيرة في هذه الفئة رقم 33. عجايب العجلان من الأب ASR سيف والأم زين البها. المالك والمربي السيد سعد خالد الدسري. النوع 19 من جميع الحكام. رأس والرقبة 18.5 18.5 19 18.5 19 18.5. الجسم 18 18.5 18 من بقية الحكام. القوائم 15.5 من جميع الحكام. أما الحركة فهي 19 19.5 19.5 19.5 19 19. بمجموع نقاط 90.3. Results for the filly number 33. عجيبة عجايب العجلان هي 90.3. Now we will present our five winners, the top five. على نتيجة هذه الفئة في المركز الأول المهرة رقم 28 فردوس النوادر الحاصل على 91.10. وللعلم المركز الثاني أصلا كمان حاصل على 91.10، ولكن تميزت المركز الأول أنها كانت درجة الهوية العربية أو النوع أعلى. المركز الأول رقم 28 فردوس النوادر من الأب اشتبه الزبير والأم دينا ميرا المالك والمربي مزرعة النوادر. أما في المركز الثاني وأيضا 91.10 هي المهرة رقم 27 أتش هيام من الأب سعدون الزبير والأم أتش هديل النبراس المالك السيد أسامة عبد الله الحرم والمربي السيد محمد علي. المركز الثالث ذهب إلى المهرة رقم 33 عجائب العجلان من الأب SR سيف والأم زين المها المالك والمربي السيد سعد خالد الدسري. المركز الرابع ذهب إلى المهرة رقم 25 سراء المحرق من الأب سعدون الزبير والأم لطايف المحرق المالك السيد حسن عبد الله والمربي مربط المحرق. المركز الخامس ذهب إلى المهرة رقم 29 فريدة الأسمر من الأب فورلوكس شاهين والأم جود الأمير المالك السيد محسن عبد الأمير والمربي استبل العيد.
هذه الفئة برعاية شركة السيد يوسف بن أحمد كانو. ويتفضل ممثل الشركة حاكم السردي بتتويج الفائزين. Representing the awards of this class is company of Mr. Yusuf bin Ahmed Kano right now, and his representative is Mr. Hakim Sardi. In the first place, we have our winner with 91.10, Ferdous Al Nawader, number 28. Second place is number 27, Ach Hiyam. Number 3 is number 33, Ajaib Al Ajlan. And number 4 is Sara S. Number 25, Sara Al Mahraq. And as for the fifth place, went to number 29. فريد الأسمر. Congratulations for all of our winners. ألف مليون مبروك لجميع الفائزات بالمراكز الخمس الأولى. هذه الفئة برعاية شركة السيد يوسف بن أحمد كانو. ويتفضل ممثل الشركة حاكم السردي بتقديم جوائز هذه الفئة. وكل الشكر لكل الرعاة في هذه البطولة.